بالله انا نزلنا تو عند حكام التحقيق سعد الرزاق وخالتي صبر ما بعد صبر وين السلام عليكم عبد الرزاق عباوي ابو الشهيد حسن عباوي حسن مشى لتونس مشى لدار جدك هذا درجات مشى باش يخدم يخدم هاي النهارات ويربى نهار 12 الصباح من 10:30 تاع النهار قالوا مشاهد الشيخ نتاعهم القول نتاعهم راهو تم مسيرة شوية مشاكل هاي باش تروحوا قبل ما يروح عندهم شوية ماكلة ياكلوها قبل ما ياكلوها قالوا على الأقل هاي ناكلوا سبع كروشة باش يموت الواحد يموت شبعة يعني حتى الناس انسدمت في الكلمة اللي قالها ثم مسيرة متعدية جاء متعدي مسكين تخلى معاه هو ما يعرفش البلاد تونس وما يعرفش منها الشارع أول مرة يدخل لتونس هم مع رأس وين يقص ضربوهم بمسيلة الدموع الناس الكل تهرب تبقى هو يجري على الهامش سادت القبل هو الأعوان خرجوا يديها من الشباك وضربوه في قلبه يعني هو ماشي متعدي يديه مش داري مش ماشي يعني قنصوه في القلب نتاعه هو يبكشوا على مريض شكون هذا شكون هذا شكون هذا ما عرفوش هزوه للسبيطار توفى في عدد بلاصه هزوه للسبيطار في العشيه سمعنا قدمنا قضيه القضيه قاعده تمدوا هم يماطلوا فينا ساعه في توزع قبل ما تمشي لسفاقس جبنا شهود الشهود نتاعو مضروبين هازين وهم مضروبين بالكرتوش بالفتهور شهود يعني تم شهود عيان مضروبين بالكرتوش هم شرح الثوره نتاع تونس نهار 12 بعثنا القضيه لصفاقس قاعد مده وحنا نمشي نجوم نمشي نجوم يا سيدي بعثت لنا القاضي مشينا قال لي راهو القضيه نتاعك واضحه امورك واضحه والقاتل راهو معروف لكن ما مازلت لنا حويجه واحده باش يعني نخرجوا القاتل 90% قضية ولدي قال مضمون خلي لبتا جبت ولدي من المقبره جبت نهار سنه اخرى عاود شال ولدي صحيح شوفوا العباد واش تقاسموا هاد الشهداء واش تقاسموا المره اللي وزشت ولدي من قبل يقول لي قضيه ولدي مضمون 95% ويجيب لي كرتوش يصدمني يجي نسمع قصي مرق لي ورقه يقول لي هي كرتوشه مرقنا من ولدك مصدق مرق لي يعني كرتوشه من عهد فرنسا ماشي الكرتوشه اللي جاتني للدار عود فهمت ولدي بزنازه اخرى ثاني يا سيدي قلنا خرج الكرتوشه قال لك راي مسدة يعني راي سوسة عمركم مش تسمعوا أن النحاس يسد هذه أول مرة نسمعوا أن النحاس يسد الكرتوش عطينا هاي جديدة تبرم ما زالت تدمع احنا وقت خرجنا ولدي من الكل خرجناه كما هو ما تمسك منه حتى شعر وبمارت الجيش وبمارت الناس الكل شافوه أنه ما تمسك منه حتى شعر حتى الكرتوشة ما زالت تنسى عليها يعني راهي الكرتوشه سدت، كيفاش يا سيد القاضي الكرتوشه سدت؟ قال لي هذاك هو راهي سدت، يعني هو حابي برا الامن هذا اللي نعرفوه باحساس الوزير نعرفوا احنا شكون قتلنا الناس الكل تعرف شكون قتل مديريته ما فيش حتى واحد ما يعرف. يعني سيدي قال لي برا تو نزيدوا نعاودوا الباحث من اول جديد، احفظت شو اسمه الدور الفندس
مشيت وجرحة هاي الهمشة يعني بها ربي.